تحية معطرة منورة على كل اللي بيسمعونا على إذاعة مش إذاعة، اللي هي بره أي استوديو أو محطة إذاعية. وحوارنا النهاردة في كلام مهم جدا، آخر الشارع أو آخر حاجة. هقول لكم حلق بحلق روق حلق حوش طرطق ودنك فتح عينك تاكل ملبن. ها مين يقول لي فين الصورة؟ يلا فين الصورة؟ قول لي خليك جريء، فين الصورة؟ يلا هلي هوب. كله بالفهلوة بيمر. للأسف عايشين بالناس عايشينها بالفهلوة وبس. ربنا ادالهم شوية نور جوه عقولهم استغلوها في الفهلوة علشان يمخمخوا ازاي يلعب على ده وعلى دي، يلعب على ده في قرشين ويلعب على دي وانتوا عارفين. وكالعادة ليه؟ ليه يا عم الكل بتدلدق علينا فهلوتك عمال على بطال؟ مش طلبك والله. كلنا بنعافر في الدنيا بما يرضي الله علشان نعيش، قوم يجي بني ادم فهلوي ويكرهنا في العيش والعيشة واللي عايشينها. هو عيب نعمل بعض بنية صافية من غير عكرة؟ ولا لازم ناكل في بعض وننصب على بعض ونقطع في بعض؟ طبعا مش هسأل الفهلاوي احساسك ايه، لان لو عنده اصلا احساس ما كانش فكر بس يخنقنا بعمايله. كل حد مننا في حياته فهلاوي اللي شرب منه الامرين. كلامي واضح ومفيش داعي للت وعجن كتير. كل فهلاوي عارف نفسه، بس اخر القول يا عم الفهلاوي الدايرة مقفولة هتلف وتدور عليك وهيتعلم عليك. سلامي على كل اللي بيتابع إذاعة مش إذاعة، اللي من بره أي استوديو أو محطة إذاعية، اللي مش فهلاوي وأفتخر، تامر حامد.